رمضان کی آخر الوداعی گھڑیا آ پہنچی. رحمت مغفرت اور جہنم سے نجات کا مقدس مہینہ اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں سمیت ہم سے جدا ہونے کو ہے. گنتی کے چند دن باقی رہ گئے ہیں. اعتکاف والوں نے کس لی ہیں کمریں, سخیوں نے افطاریوں کے لیے لمے کر دی ہیں دسترخوان, حفاظ اور قرآن نے قیام اللیل میں جگائے ہیں اپنی اپنی آواز کے جادو. ناظرین, آج آپ کو دکھائیں گے قاری معاویہ حسنین کی پرسوز آواز میں تراوی کی ایک جھلکی. ناظرین, کرتے ہیں افطاری پھر سنتے ہیں قاری معاویہ حسنین کی دل سو اور پرکشش آواز میں تراوی. اللہ اکبر, الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور, الذي خلق سبع سماوات طباقا, ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور, ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير, ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير, وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ, كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير, قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير, وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير, فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير, إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير, وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور, ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر.